هذا مؤتمر ديال الاتحاد المغربي للشغل. هذه النقابة اللي كانت أول نقابة عمالية في المغرب وواجهة نضالية كبرى. نحن في واحد الزمن اللي هو صعيب، زمن ديال النيوليبرالية المتوحشة الزاحفة، والتي يعني تتقدم وهي تزحف على المكتسبات التي انتزعت بدماء الشهداء وبنضالات مريرة. إذن اليوم نحن بأمس الحاجة إلى النقابات القوية الصامدة حتى نضع حدا لهذا التسونامي ديال التراجعات وضرب المكتسبات، يعني ديال الحقوق ديال العمال، الطبقة العاملة عموما، الأجور ديالها اللي مجمدة، وحتى هذه الحكومة يعني الدولة المغربية اللي تتجمد الحوار وكأنها تقول لنا بأنها ماضية في تطبيق يعني هذه التراجعات دون أن تعبأ للنقابات. بالعكس، النقابات راهي صامدة ومناضلة، وهي من الوسائط الأساسية إلى جانب الأحزاب الجادة والمجتمع المدني المناضل، اللي من شأنها أنها تناضل من أجل الحفاظ على المكتسبات ونزع مكتسبات جديدة. واليوم النضال من أجل يعني إسقاط القانون 288، ولا من أجل إلغاء هذا التوظيف بالعقدة المحددة في الزمن، هي من يعني المعارك الكبرى التي يجب أن نوحد فيها جهودنا من أجل إسقاط كي نتقدم وكي نضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية لهذا البلد، وكي نستشرف آفاقا أرحب من أجل بناء المغرب الديمقراطي، المغرب الحداثي، المغرب اللي كتكون فيه المساواة وكتصن فيه الكرامة ديال الجميع. والنقابة كتبقى رغم أنف الجميع، وخال اليوم يعني إحصاءات كتقول بأن النقابة ما كتأثرش أكثر من 4% من العمال، ولكن راه هاد النقابة راه كتعمل جهد وراه هي في إعادة البناء، كما أن الأحزاب الجادة في إعادة البناء بعد الضربات المتتالية التي تلقتها، ولكن تنتمنى واحد الغد يكون أفضل.